فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الإمام الترمذي، باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. هذا الحديث حديث يعني إسناده لا بأس به، إسناده إسناد مقارب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم، الحمد لله. هذا الحديث قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله: حدثنا بذلك هناد، حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. سامحوني سامحوني. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمار بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام وكاته. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثي، ويقال أيها رمضان السلام عليكم. طب تعال اطلع اطلع بس 10 دقائق ونمشي إن شاء الله. معلش يا رمضان، ما أسف. ماشي ماشي سواني، أنا سأضطر أن أنا أسرع فكونوا معي على السرعة سامحوني، لأن هذه مسألة الطلاق أيضا لا تتأخر، فرجاء سامحوني. يقول: قولك في فتوى من أفتى بكفر من لم يكفر القبريين، هذا جاهل. الذي يكفر من لم يكفر الكوفيين القبريين جاهل، وجهل جهل مركب. عليكم السلام ورحمة عماد، أحسن الله عليك. أماني، لما 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 تخلفت عن الدروس أياما؟ لما؟ السلام عليكم. لما تخلفت عن الدروس أياما؟ لما؟ ما الذي منعك من الدروس؟ غفر الله لك وأنت حريصة كل الحرص. رضي الله عنك أبا مالك، أحسن الله عليك. المكسرر إلى الآن بيحمل يا أم الأبرار، مش بيدي، والله ما بيدي. أنا سأخذ هذه. جيد. أريد أسجل هنا، طلبوا مني التسجيل الآخر لكن ليس الآن، لا بد أن أنا أسجل به. نعم، ما أدري، أنا سأتي بمسجل أيضا، لابد طالبة العلم لو معنا الآن تبعث لي على التليجرام، وأنا عبد الله تبعث لي على التليجرام ونشتغل على التليجرام هنا إن شاء الله. طب هذا الحديث حديث من صلى، يعني يعني هذا الحديث له معي قصص. من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق من النار وبراءة من النفاق. ممكن الأسئلة تكون بعد الدرس بعد إذنكم، أنتهي من الدرس وكما شئتم. هنا اختلف العلماء في قول من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، ماذا يقصد بالتكبيرة الأولى؟ الصحيح في هذا الصحيح في ذلك هو معناها تكبيرة الإحرام، معناها تكبيرة الإحرام. وهذا حديث عظيم جدا، يعلم الله كيف كنا نعمل به ونقطة حتى ننزل من القطارات، وكان سفر طويلا من أجل تكبيرة الإحرام. أرجو أرجو الأسئلة تكون بعد الدرس، أرجو منكم ذلك. اختلف العلماء على 3 أقوال في مسألة تكبيرة الإحرام متى يكون مدركا لها.
على قول ثلاثة. القول الأول أنها يعني إن لم يبدأ بالفاتحة يعني لم يقل الحمد لله رب العالمين فهو قد أدرك، لكن لو قرأ الفاتحة أو قرأ جزء من الفاتحة لم يكن قد أدركه أو أدرك تكبيرة الإحرام. يبقى تكبيرة الإحرام من يوم القيام إلى من يوم القيام إلى قراءة الفاتحة. القول الثاني أنها إلى نهاية الفتح. القول الثالث يا ابن الحلال وضعفه الشيخ المصطفى وبعدين حسنه غيره، حسنه الترمذي. يا أخي أخذ بالترمذي ولا أخذ بشيخ مصطفى العدوي؟ مش ممكن أنا أترك واحد من المتقدمين واحد إمام أهل الشأن في الباب أتركه وأتركه لكثير حتى من علماء المتأخرين وهم فوق رؤوسنا وهم علماءنا النبلاء، لكن لابد أن تفهموا العلم هذا له أسس وأصول. تقول لي بقى فلان، طب خلاص ماشي أقول لك الشيخ الألباني حسنه، ماذا تفعل؟ طب الشيخ العدوي ضعفه، الشيخ الألباني حسنه. وإحنا المسألة تضارب، هي المسألة في هذه الباب يعني مسألة خلافية واختلافية. ونحن قلنا بأنه الأصح في هذا الباب أن نركن للعلماء الأماجد المتقدمين في هذا الباب. والحديث له علل أنه جاء موقوفا وجاء مرفوعا. إحنا الآن بنتكلم على أنه على من حسنه، الذين حسنوه، فلابد أن نفهم ما معناه تكبيرة الإحرام. كما قلنا فيها الأولى أنه يأخذ تكبيرة الإحرام إلى أن يقرأ الحمد لله رب العالمين. إذن عندنا أقوال ثلاثة. القول الأول أنه إذا ابتدأ في الفاتحة فقد انتهى تكبيرة الإحرام. وإذا هذا كلام يزعج جدا، ما في تأجيل، ما في. أنا قلت قبل ذلك ما كان بيننا وبين الله رب العالمين ما أحد يأتي بجانبي، ما أحد يأتي بجانبي، ما في ما في. ما أنا أقريتك أنه ضعف، قلت لك طيب اللي حسنه ماذا نفعل ونحن ليه ما نشرحه؟ لأن هناك من حسنه، هناك من حسن إسناده. حتى أبو عيسى يعني في هذا الباب يلمح بأنه جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع. وبعض العلماء يرى بأنه أيضا جاء من طريق آخر مرسل، وتعاضدت الروايات وقالوا إسناده لا بأس به. هناك كثير من العلماء قالوا بذلك. لذلك نقول لابد أن نفهم أن مسألة الخلاف، عايزنا أعجل لك قبل المسألة الخلافية بأنه قال وهو حديث مرسل هذا قول الترمذي، فالترمذي ألمح إلى أنه جاء موقوفا وجاء مرفوعا ورجح الموقوف على المرفوع. وفي الرواية الأخرى جاء مرسلا، نعم، هو جاء عن, 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 عن أنس عن عمر، رواه ابن ماجه وأشاره الترمذي. وهو في سنن سعيد بن منصور وهو ضعيف أيضا، مداره على إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش في الشاميين ثقة وفي الحجازيين يضعف، لأنه وهذه رواية الحجازيين أو رواية المدنيين. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وضعفه، وذكر أن قيس بن ربيع وغيره رواياه عن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت. قال ووهم، أو هو وهم، وإنما هو حبيب الإسكاف ليس حبيب بن أبي ثابت. ولو طريق أخرى أوردها ابن الجوزي في العلل من حديث باكر بن أحمد بن محمد الواسطي عن يعقوب بن تحية عن يزيد ابن هارون عن حميد الطويل عن أنس مرفوعا من صلى 40 يوما في جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء كتبت له براءتان، من براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال بكر ويعقوب مجهولان. قال رفع ووردت أخبار في إدراك تكبيرة الأولى مع الإمام نحو هذا. قال حافظ منها ما رواه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء والحاكم أبو أحمد في الكنى من حديث أبي كاهل بلفظ المصنف. وزاد يدرك التكبيرة الأولى. قال العقيلي إسناده مجهول. قال أبو أحمد والحاكم ليس إسناده بالمعتمد عليه. وروى العقيلي أيضا في الضعفاء أيضا عن أبي هريرة مرفوعا لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى. وقد رواه البزار وليس فيه إلا الحسن بن السكن، لكن قال لم يكن الفلاس يرضاه ولا ابن عيم في الحلية من حيث عبد الله بن أوفى مثله. وفيه الحسن بن عمارة وضعيف. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الدرداء رفعه لكل شيء أنف في الصلاة
التكبيرة الأولى فحافظوا عليه، وأيضا فيه جهالة. والمنقول عن السلف فضل التكبيرة الأولى كثيرة. وفي الطبراني عن رجل من طي عن أبيه عن أبي مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول، فقيل له أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال إنما أردت حتى حد الصلاة التكبيرة الأولى. فهنا الحديث في هذا الباب له طرق كثيرة، والضعف فيها ليس ضعفا موغلا، بل ضعف ينجبر. لذلك هناك من حسن الحديث، بل هناك من حسن الإسناد، نفس الإسناد حسنه، وهذا الحديث حسنه الألباني أيضا. فالحاصل أن كثرة الطرق هنا تتعاضد عند بعض العلماء. فأنا قلت لك المسألة خلافية، يعني ماذا بعد؟ ضعفه زيد وحسنه عمرو، ماذا بعد؟ وده فضائل الأعمال، ده الذي قصدته معك. عامة نعجل بالمسألة الفقهية، وهذه المسألة الفقهية هي مسألة التكبير. لو قلنا بحسن الحديث أو حتى قلنا بضعف الحديث على ما قاله ابن حجر في مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مع الشروط المتوفرة، طيب كيف يكون مدركا لتكبيرة الإحرام؟ العلماء قالوا تكبيرة الإحرام هنا على أقوال ثلاثة. القول الأول إذا افتتح الفاتحة، إذا ثلاث أقوال. القول الأول أن تكون الفاتحة الافتتاح بالفاتحة، إذا يكون ذهب تكبيرة الإحرام. والقول الثاني هو إذا انتهى من قراءة الفاتحة كلية يكون ما أدرك تكبيرة الإحرام. القول الثالث، وهذا قول الغزالي، ولعل هذا القول صراحة لعل هذا القول يكون أسد الأقوال وأفضل الأقوال، ويكون يعني فيه مندوحة لمن حسن الحديث وعمل بتحسينه حتى لا يضيع عليه هذا الخير. أستغفر الله، ما في أي ضيق ولا أي شيء، والله أنا بأجيب الأخ في هذا الباب. حافظكم ربي، أنتم من أفاضل الناس والله العظيم. قلت أنا الذي أدين الله به أن طلبة العلم الماس خالص عندي، فوق رأسي يوضعون. فالغزالي قال القول الثالث هو أن محل تكبيرة الإحرام أن تكبيرة الإحرام محلها القيام. يبقى إذن إلى أن يركع يكون قد أدرك تكبيرة الإحرام، وهذه صراحة ساعة ليست بعدها ساعة لمن يعمل بذلك. على الأقل ليعلم أنه قبل أن يركع الإمام يكون قد أدركها ولا يضيع عليه. طالبة العلم، أين التليجرام؟ الله يهديكم. والذي أدين الله به أن تكبيرة الإحرام إلى نهاية الفتح حفظكم ربي، إني أحبكم في الله، أقسم بالله ما قلت عن طلبة العلم هذا أعتقد ورب العزة، وأعتقد أنني لا أعدو أن أكون خادما لطلبة العلم ورب العزة، وأنا سأحاسب على ذلك. وكما قلت لكم العملة الزائفة لا تروج على الله، هذا الذي أعتقده دينا، أنني خادم لطلبة العلم الذين هم أعلم أنهم الشمس التي ستشرق. لأن الدنيا الآن يعلم الله 30 سنة ذهبت، والتشرذم فيها والتقطع ما يعلم به إلا الله جل وعلا. فلعل القادم يكون أحسن لتحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة إلى يوم الدين. في قولي براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وطبعا هذا الإنسان كان بيسعى لهذا الحديث ويسعى لتحسينه في قدر ما يكون على براءة النفاق. الإنسان يخشى على نفسه زيغ القلب وما يشوب القلب مما يشوبه. كل عبادة حتى لو اجتهد فيها وقتل نفسه عليها إن شابها ما شابها إما أن تسقط وإما أن تقل قلة عند ربنا ليس بعدها قلة، وسقوطها انتهاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والبراءة من النار هنا معناها أنه ضمن له الجنة، يعني إذا حافظ على ذلك. وطبعا هذه بالمثابرة، إذا حافظ على ذلك وأدرك الأربعين والله الحمد والمنة، الحديث إن عمل به المرء مرة صار من أهله عند الله جل في علاه، ويكون قد عمل يعني بما علم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وطبعا المسألة على الجماعة لا على الانفراد. عليكم السلام وبركاته. المسألة على الجماعة لا على الانفراد. فيصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، يصلي خمس صلوات في جماعة، يدرك في ذلك تكبيرة الإحرام. ولو كان مسافرا
الحق أنه هناك راحة في هذا الباب، لأنه إن كان مسافرا ووسط الطريق ينزل يصلي فنقول له أي جماعة تبتدئها من أولها فقد أدركت التكبيرة الإحرام التي هي عليك إتمام الأربعين. لما؟ لأنه المساجد التي تكون في الطريق ليست مرتبة، ليس لها إمام راتب. المساجد في الطريق ليس لها إمام راتب. نعم. ولذلك ورد عن عمر بن الخطاب في ابن ماجه نحو ذلك، كأنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوت الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النيران. الله يعتقنا جميعا من النيران يا رب العالمين. لو تخلف بعذر يعني يعيد من الأول يا عبد الرحمن، يكتب له الأجر نعم، لكن يعيد من الأول. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يسكنهم فسيح الجنات، أسأل الله أن يسكنهم فسيح الجنات، أسأل الله أن يسكنهم فسيح الجنات وأن يعلي بهم الدرجات. أعظم الله لكم الأجر المثوبة، لله ما أخذ لله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر. نسأل الله أن يكتب لكم يعني الأجر كامل غير منقوص، أخلف الله عليكم خيرا، ونسأل الله أن يسكنهما فسيح الجنات. أعظم الله لكم الأجر المثوبة، قعقاع، أحسن الله إليك، الله المستعان، زادك الله حرصا، زادك الله حرصا. الفوائد المستنبطة، رحمة الله بالمكلفين واسعة، المواظبة والمثابرة على أعمال الخير، نسأل الله أن يعظم لكم الأجر المثوبة يا رب العالمين. فإن الإنسان الجنة أقرب من شراك نعلي، وكذلك النار، وأيضا النجاة من النار لها سبل قد أوضحها الشرع الحنيف. الفائدة الثانية، صدق التعبد علامته المثابرة والمصابرة، الديمومة يعني. صدق التعبد علامته الديمومة، صدق العبودية يظهر في ذلك أنه بالمثابرة والمصابرة يستديم على الطاعة. ولذلك النبي عائشة كانت بتصفه، قالت إيش؟ قالت يعني قالت كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، لا يتوكل، لأنه من استلذ أنتم المساء جعلتها. الله يرضى عنك، دخلت الرقم وكده الآن دخلنا مع اللي طالبين منهم بقى يتكلموا ما تكلموش. ايش هذا في الانجليزية؟ بعت احنا عايزين هذا معاهم الرقم، هنصنر ان شاء الله، هم ايش يريدون منا. الفائدة الثالثة، ارسلنا رابط البث على التليجرام لانس. يا عبد الله اين انس؟ المشرفون لو سمحتم، انس لا يبعث له شيء، انس اصلا رأسه ليست في، مفيش، ما عندوش رأس اصلا. أرسلوها على عبد الله طيب، أو أرسلوه عليا طيب، ليس الزوم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.